السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. أخبار محاضرة يوم الخميس كانت ايه؟ اللي احنا خدناه لحد الآن في الوورد كان جزء بسيط، يعني أنا شايف إن الدنيا بسيطة لحد الآن. بس قبل ما نبدأ في محاضرة النهاردة، محتاج اللي عنده أي سؤال في اللي احنا خدناه لحد الآن ممكن يسأل فيه. يعني هدي مثلا دلوقتي كده 5 دقايق اللي حابب يسأل في اللي فات. تمام، لأن اللي جاي ده محتاج تركيز معانا شوية. كله تمام، كويس هندسة. طيب، شايفين الفترة اللي فاتت كان في مشكلة مثلا في الشرح؟ شايفين إن الأمور ماشية سريعة ولا شايفين إن الريتم ماشي بطيء؟ محتاج أسمع اقتراحات الناس قبل ما أبدأ. الحمد لله، يعني الناس متفقة إن الأمور لحد الآن ماشية تمام. بإذن الله النهاردة هناخد قائمة انسرت مع بعض، لو في وقت إن احنا نخلص كلها نخلصها، لو ما فيش هناخدها هنكملها محاضرة بكرة، ويفضل لنا اللي هو ريفرنسز وميلينج. بعد كده هخلي محاضرة يوم الاثنين إن شاء الله هتبقى محاضرة كلها حل الامتحان الدولي، بمعنى دي كلها أسئلة زي ما انتم شايفين كده حوالي سلسلة اللي هي الاختبارات الدولية دي. إن شاء الله في محاضرة لوحدها هنحل ال50 سؤال دول مع بعض، بحيث إن إحنا أخدنا شرح البرنامج بالكامل وفي نفس الوقت حلينا الاختبار الدولي. إحنا كنا أخدنا قائمة فايل، قائمة هوم، أخدنا ديزاين، أخدنا لي أوت، أخدنا ريفيو فيو. طيب، كنا أخدنا من ديزاين، كنا أخدنا اللي هو الجزء الأولاني ده كله اللي هو السيمز والدوكيمنت فورماتنج والفونت، دي كلها خاصة بالاستايلات بتاع الباراجراف. طيب، المسافة ما بين كل باراجراف تاني من حاجة اسمها باراجراف سبيسنج، الكلر اللي هي درجات الألوان اللي عندي. طيب، الإفكت، التأثيرات الخاصة بالأشكال. طيب، لو عايز أعمل علامة مائية كنت بروح على حاجة اسمها ووتر مارك، لو عايز أغير لون الصفحة من بيج كلر، لو عايز أعمل حدود للصفحة من بيج بوردر. قلنا اللي اوت خاصة بالتخطيط، يعني لو عايز اظبط الهوامش بتاعة الصفحة من مارجنز، اتجاه عرض الصفحة من حاجة اسمها اورينتيشن، حجم الورقة اللي انا شغال عليها من السايز، وكولوم لو عايز اقسمها لكذا عمود. قلنا بريكس هي خاصة بالفواصل، وده جزء اللي هو الاندنت والسبيسنج اللي هي المسافات البادئة والناهية وهكذا. ريفيو لو عايز اعمل حاجه اسمها تصحيح املائي من سبيلنج اند جرامر، لو عايز اعمل مثلا ترجمه من ترانسليت، وده هو لو هنا نيو كومنت لو عايز اعمل تعليق جديد. طيب، فيو اول 5 اوامر عندي هو طريقه عرض البرنامج، عندك برضو جزء اللي هو سايد تو سايد وفيرتيكال برضو طريقه عرض، اما لو المسطره مخفيه وعايز اظهرها من حاجه اسمها الرول او المسطره الشكل ده، وهنا لو عايز اظهر الشبكه البيانيه، وده اللي هو الزوم بتاعي. دي كده سريعا على اللي احنا اخدناه المحاضره اللي فاتت. طيب، الصوت واضح مع الناس؟ الصوت واضح؟ تمام. هنبدأ إن شاء الله النهاردة في حاجة جديدة، وأنا عندي بالنسبة لي إن قائمة insert دي أهم قائمة في البرنامج. مش هقول إن هي من أصعب القوائم، بس فيها كلام كتير، فيها حكاوي كتير، فيها شغل كتير. طيب، بداية كده عندي حاجة اسمها البيج، دي خاصة بالصفحات. طيب، لو عايز أعمل كفر أو غلاف كتاب من حاجة اسمها الكفر بيج، هروح على الكفر بيج واختار كفر مناسب. يعني شوف انت ايه الكفر، ايه الشكل اللي انت عايزه. انا نفترض اخترت الشكل ده اهو، فظهر معاك مكان الكلام المكتوب. ممكن اكتب اللي انا عايزه مثلا او بالشكل اللي انتوا شايفين. انا بعدل، فاكرين اللي هو التاسك اللي انا اديته للناس اللي هو تعدله ازاي على نموذج، اهو نفس القصة، ده نموذج وانت تعدل عليه بس اكتب. ده اللي هو الغلاف، ده لو عايز اعمل غلاف لايه؟
الكتاب موجود عندي اهو، ادي شكل الغلاف. ده من فين؟ من حاجة اسمها الكفر بيج. طيب في حاجة هنا اسمها المور كفر بيج، بيدي لك أغلفة كتب أكتر أهي، بس لازم تكون متصل بالإنترنت. طيب أنا عايز أحذف الغلاف ده، ما عجبنيش الغلاف ده، أحذفه من فين؟ من حاجة اسمها ريموف كارنت كفر بيج، يعني إزالة الغلاف الحالي للصفحة. أدوس على ريموف كارنت كفر بيج، إيه اللي حصل؟ شالهولي. طيب حلو خالص. جيت هنا مثلا انا ضايف قطعة، طيب الناس تقول لي دلوقتي انا ايه الغلطة اللي انا غلطتها؟ انا ابتديت اكتب، انا فتحت المستند وابتديت اكتب، ايه الغلطة اللي انا غلطتها؟ تمام جدا، مش الغلاف. انا اول حاجه قبل ما ابتدي اكتب، انا ايه اللي خلاني اكتب؟ ما انا دلوقتي لسه بقول يا هادي فتحت المستند اهو بالشكل ده. قبل ما ابتدي اكتب حتى حرف الالف في المستند، لازم احدد من هم اتجاه الكتابه. انا هكتب انجليزي، فهخليه من فين؟ من حاجه اسمها ليفت تو رايت، يعني من اليسار الى اليمين. طيب لو هكتب عربي هخليه رايت تو ليفت، من اليمين الى اليسار. فانا هكتب انجليزي، يعني حتى لو ملاحظ ان المؤشر ناحية اليمين، لا تعالوا كده نقول له ليفت تو رايت، فالمؤشر راح ناحية الشمال. فلازم قبل ما ابتدي اكتب او اعمل اي حاجة، لازم احدد الاتجاه بتاع الكتابة من اليسار الى اليمين. طيب حددت، فتظبط بالشكل ده. قلنا دلوقتي احنا في قائمة عندك اسمها لي اوت، وعندك حاجة اسمها بريكس وحاجة اسمها بيج. ممكن حد يشارك معايا ويشرح لي بيج دي بتعمل ايه؟ دي اسمها ايه؟ البيج بريك. باشمهندس محمد، اتفضل هندسة. السلام عليكم يا باشمهندس، وعليكم السلام هندسة. تحياتي لحضرتك وتحياتي للمهندس احمد حسام والقائمين على بمرابيم بالمايكروسوفت اوفيس. باشمهندس، بالنسبه للموضوع السؤال تبع حضرتك اللي هو البريك اللي احنا بنفصل، لو انا واقف في بيج معين وعايز افصل الكلام من بعضه، تمام. بالنسبه للبريك، بالنسبه للبيج اللي هو انا عايز اضيف صفحه غير الصفحه اللي انا موجود فيها. طيب يا هندسه معلش هتعبك معايا تاني. ولا يهمك، هنا اتفضل. في حاجه اسمها بلانك بيج وحاجه اسمها البيج بريك. هل البيج بريك دي هي الموجوده في اللي اوت ولا لا؟ هي نفسها يا باشمهندس، بس مع اختلاف الايقون اللي موجود. يعني مثلا زي ما عودت حضرتك ان انت لما جينا في الكنترول بانل مثلا، ونيجي مثلا نجيب اوبشن معين، ممكن نجيبه من مكان تاني. مثلا لو انا جاي افتح اللي هو الماي كمبيوتر مثلا، ممكن اقوم جاي مثلا فاتحه بكام طريقه، برضه نفس الموضوع. وبرضه اذا حضرتك تصحح لي ان كنت غلطان. تمام يا هندسة، أشكرك يا هندسة، ماشي يا باشمهندس. أشكرك جدا. باشمهندس محمد تايم، اتفضل يا هندسة. السلام عليكم يا باشمهندس. البريك باشمهندس بتعمل لي فواصل بين الصفحات وبعضها. لو انا حبيت مثلا عندي عده صفحات داخل الوثيقه، واحتجت مثلا اعمل واحده منهم بالعرض او اغير اتجاه واحد لي او الخاص بيهم، فهنا بعمل بيج بريك بحيث ان انا اقدر افصل الصفحه من الصفحه اللي جايه بعديها، فبيعمل لي فواصل بين الصفحات وبعضها. تمام هندسه. طيب هو هنا في قائمه انسرت في حاجه اسمها بلانك بيج وحاجه اسمها البيج بريك، ايه الفرق ما بين الاثنين؟ البلانك بيج بيفتح لي صفحه جديده، البيج بريك في وسط المستند، ممكن اكون في الصفحه الثالثه او الرابعه مثلا، وممكن اعمل محاذاه من مكان معين في الصفحه، بحيث اللي يبدا لي بعد كده ياخد وضعيه جديده، والهيدر ممكن اقدر افصله عن الهيدر الموجود، والفوتر اقدر افصله عن الفوتر السابق او التالي.
تمام يا هندسة، تمام، أشكرك جدا يا هندسة، ربنا يحفظك يا باشمهندس ويجزيك عنا خير. الله يخليك. زي ما قال باشمهندس محمد تهامي وباشمهندس مين كان معانا تاني؟ معلش أنا آسف عشان بنسى الأسماء. باشمهندس محمد تهامي أو محمد الشرقاوي تقريبا. بلانك بيج بيفتح لي من اسمها بلانك، يعني حاجه فاضيه، حاجه ما فيهاش يعني الصفحه ما فيهاش كلام اصلا. يعني تعالوا كده، انا واقف هنا ورحت وقلت له حاجه اسمها بلانك بيج، ايه اللي حصل؟ طيب ليه هو اخذ جزء من الكلام، اخذ جزء وداه الصفحه اللي بعد كده؟ اهو انا المؤشر بتاعي هنا، فهيعمل لي ما بين الاثنين الباراجرافات اللي عندي اللي هو من بعد المؤشر وقبل المؤشر، هيحط كل واحده فيهم في صفحه، وفي النص هيعمل لي ايه؟ هيعمل لي صفحه فاضيه. طيب انا المؤشر بتاعي مثلا واقف هنا في نهايه الباراجراف اللي عندي، الباراجراف الاخير، ورحت وقلت له حاجه اسمها بلانك بيج، ضاف لي صفحه فاضيه، ضاف لي صفحه فاضيه زي ما انتم شايفين بالشكل ده. طيب هنعمل كنترول زد، ورحت انا بالمؤشر بتاعي مثلا واقف عند كلمة دوكومنت، ورحت قلت له حاجة اسمها البيج بريك اللي هو فاصل صفحات، ايه اللي حصل؟ اللي بعد المؤشر خلاه لي فين؟ خلاه لي مع بداية الصفحة التانية. طيب هديكم معلومة صغيرة، تمام؟ هيبقى في تاسك مطلوب من الناس اللي هيعمله، هيبقى ليه بونص، مش زي اي بونص يعني، هيبقى هياخد عليه يعني درجات تعوضه عن غياب كذا محاضرة، يعني غياب محاضرتين. ايه هو بقى؟ انا دلوقتي عايز اعمل ايه؟ عايز اخلي كل صفحة ليها هيدر غير التاني، عايز كل صفحة اخلي ليها فوتر غير التاني، عايز اخلي مثلا عايز اعمل لون للصفحه بس اخلي اللون على الصفحه الاولى بس. طيب عايز اعمل حدود بس اخلي الحدود على الصفحه الاولى بس. ممكن نعمل الكلام ده ازاي؟ فسؤال النهارده ازاي افصل؟ على فكره انا اعتبر شرحتها اصلا. ازاي اخلي كل صفحه بلون غير التاني؟ وازاي اخلي مثلا انا دلوقتي لما باجي اعمل بيج بوردر فبلاقي الحدود اتطبقت معايا على ايه؟ على كل المستند، لا انا عايزها على الصفحه الاولى بس. حلو؟ حلو. زائد ان انا برضو لما اجي هناخد مع بعض النهارده حاجه اسمها الهيدر والفوتر، انا عايز اخلي كل صفحه بهيدر غير الثاني وفوتر غير الثاني. وارقام الصفحات عايز ابداها من الصفحه الثانيه مش من الاولى. كلهم كل الكلام اللي انا قلته هيتعمل بطريقه واحده بس. عايز الناس تجيب لي الطريقه دي. عليكم السلام. باشمهندس محمد، تفضل هندسة. أيوة باشمهندس، هو طبعا الجزء ده أنا كنت حضرت مع حضرتك في الدبلومة. احنا هنا لو عملنا بيج بريك باشمهندس أقدر أفصل اللي هعمله في الصفحة دي عن الصفحات اللي بعدها، وأقدر أعمل بريكس من كل صفحة، أقدر أعمل فاصل مع كل الصفحات. الشيء الثاني بالنسبه للهيدر والفوتر، لو انا اخترت هيدر وفوتر اشيل اللينك اللي بين كل هيدر في صفحه معينه والصفحه اللي قبليها. لما دوست على الهيدر بيديني لينك تو بريفيوس بيج، ان انا هل اقدر احب اعمله لينك للهيدر اللي قبليه او لا، اشيل التك اللي موجود، العلامه اللي موجوده، وبالتالي اقدر افصل كل هيدر وكل فوتر نفس الشيء. وبالطريقه دي اقدر اعمل بالبريكس، اقدر اغير الصفحه بالكامل، لو عملت لها باك جراوند او عملت لها اطار اقدر اعمل لكل صفحه مختلف. والهيدر والفوتر اقدر اعمله ان انا اشيل الارتباط اللي بين كل هيدر والصفحه اللي بعديها او الصفحه اللي قبلها، والفوتر نفس الشيء. ولو علمت على ديفرنت فيرست بيج اقدر اشيل الصفحه الاولى ويكون مختلف تماما الصفحه الاولى عن كل باقي الوثيقه بالكامل، بحيث ان يكون الاعلان في اول صفحه مش موجود فيه البيج نمبرز ولا موجود فيه الهيدر ولا الفوتر، ان انا اختار ان هي ديفرنت فيرست بيج. ده اللي احنا اخذناه في الدبلومه في الجزء الاول، لو انا مش مخطئ يعني. شكرا يا هندسه جدا، يعني
قلت الإجابة المثالية فعلا أنا محتاجها. أشكرك جدا هندسة. ربنا يجزاك عنا خير باشمهندس، ربنا يحفظك. يخليك هندسة. فاللي هيعرف يعملها بنفس الطريقة اللي اتكلم بيها باشمهندس محمد تهامي، يعملها، يعمل مثلا مستند وورد مكون من 3 صفحات على الأقل أو 5 صفحات، ويعمل لي الكلام اللي أنا قلت عليه ويبعته للبشمهندس أحمد حسام. تمام؟ حلو. طيب حلو خالص. مين تاني معايا؟ باشمهندس محمد الشرقاوي، اتفضل هندسة. باشمهندس محمد، بالنسبة لموضوع تسليم، والباشمهندس محمد توامي ما شاء الله جاوب على السؤال. أنا كنت بره بس بجيب حاجة، فجيت لقيت السؤال لحضرتك. التسليم إمتى يا باشمهندس؟ اسمح. هو بالنسبة للتمبلت اللي أنا كنت طالبه كان المفروض آخره يوم الجمعة. تمام؟ بالنسبة للتاسك اللي أنا طالبه النهاردة هيكون مثلا معاكم لحد يوم الاثنين، يعني هو حاجة بسيطة بس. أنا كل القصة أنا عايز أعرف إزاي أفصل كل صفحة عن التانية في الشغل بتاعها بس. تمام يا باشمهندس. تمام. زائد كمان اللي هيعرف يخلي لي كل صفحة باتجاه غير التاني بأفضل برضه. يعني أنا عايز دلوقتي مثلا أول صفحة أفقي، تاني صفحة رأسي. عايز مثلا أول صفحة فيها هيدر غير الصفحة التانية. عايز أبدأ أرقام الصفحات من الصفحة التانية. إيه تاني؟ عايز بالنسبة للبوردر أو الحدود الخارجية، عايز أخلي للصفحة الأولى بس واللون نفس القصة. طيب اللي هيعملها يسلمها للبشمهندس احمد حسام كحد اقصى يوم الاثنين ان شاء الله، ويقبع عليها بونص زياده للناس. متقلقوش يعني ان شاء الله على يوم الاثنين كده. يوم الاثنين بس التسليم هيكون قبل المحاضره، لان انا يوم الاثنين ان شاء الله هشرحها. في حد كان بيسال ان البلانك بيج والكيبز فورماتنج بريفيس بيج. البلانك بيج بتحافظ على بالنسبه للتنسيقات للصفحات السابقه. يعني نختار انسرت هيدر اند فوتر، تفتح قائمه ديزاين ديفرنت فيرست بيج. تمام كويس خلاص. الناس تجربها، هشرحها يوم الاثنين ان شاء الله مع الاختبارات الدوليه علشان الناس تكون عندها علم. التسليم هيكون قبل المحاضره، يعني اخر ميعاد قبل المحاضره. تمام. طيب ده بالنسبة للجزء الأول اللي هو البيج. طيب بالنسبة للتيبل، أهم جزء عندي والناس تركز معايا فيه. أنا قلت لك دلوقتي ضيف لي جدول، فهتروح على انسرت واختار تيبل وامشي على المربعات الصغيرة الموجودة عندك. أنا بمشي عليه. طيب بيجيب لك سؤال في الامتحان الدولي، اعمل جدول مكون من 3 أعمدة و4 صفوف. ادي عمود، ادي الثاني، ادي الثالث، وكم صف؟ 4 صفوف. فهتلاحظ فوق مكتوب 3 في 4، الثلاثة اللي هو عدد الأعمدة وأربعة اللي هو عدد الصفوف. هدوس بس كليك شمال، فإيه؟ أنشأ لي الجدول. أنشأ لي الجدول. طيب يبقى انسرت وأروح على تيبل وأمشي على المربعات الصغيرة الموجودة عندي. طيب الطريقة التانية اللي بعمل من خلالها الجدول، هروح على كلمة اسمها insert، insert table يعني إنشاء جدول. أول ما أدوس على insert table ظهر معايا قائمة بالشكل ده، فبيقول لي number of column و number of row، يعني عدد الأعمدة وعدد الصفوف. أنا عايز دلوقتي مثلا 4 أعمدة، هروح أكتب 4. وعايز 3 صفوف، اروح اكتب 3. يبقى في النمبر اوف كولوم هروح اكتب عدد الاعمده، والنمبر اوف رو اروح اكتب عدد الصفوف، واروح اقول له اوكي. عمل لي كام عمود؟ 4. وكام صف؟ 3 صفوف. العمود اللي هو هتلاقيه جاي بالطول بالشكل ده اهو، ده اسمه عمود. اما الصف اللي هو بيكون جاي معاك بالعرض. يبقى الطريقه الأولى إن أنا بمشي على المربعات، الطريقة التانية اللي هو من insert table وأروح أكتب عدد الأعمدة وعدد الصفوف. طيب
في طريقة تالتة، من حاجة اسمها ايه، درو تيبل. هترسم انت بقى جدول المرة دي. اول ما ادوس على درو تيبل هتلاقي في قلم ظهر معاك، ابتدي ارسم. اهو انا برسم، ارسم الجدول بتاعك. انت بترسم الجدول اللي انت عايزه. انا رسمته اهو زي ما انتوا شايفين، بس خلاص انا مش عايزه. يبقى كم طريقة معانا؟ معانا حوالي لحد الآن 3 طرق. يا اما هتمشي على المربعات اللي عندك، يا اما هتقول له انسرت تيبل وهتكتب عدد الأعمدة وعدد الصفوف، يا اما هتروح على حاجة اسمها درو تيبل هتبتدي ترسم الجدول يدوي ما عندك. طيب عندك حاجة تانية اسمها الاكسل سبريد شيت. المرة دي هتنشئ الجدول بس عن طريق الاكسل. انا فتحت اكسل، ابتدي بقى اكتب اللي انا عايزه في الاكسل وانشئ الجدول اللي انا عايزه. انا انشأت جدول بالشكل ده. فانت معاك كام طريقة؟ اول طريقة ان انت تمشي على المربعات الصغيرة اللي عندك خالص. طيب اخر طريقة بيقول لي كويك تيبل، دي جداول جاهزة، حاجات جاهزة، كل ما عليك ان انت بس هتضغط عليها وتروح بقى تعدل عليها زي ما انت عايز. تمام. يبقى عندي كذا طريقة بنشئ بيها جدول، من انسرت همشي على المربعات اللي عندك، المربعات الصغيرة دي، يا اما من انسرت تيبل هتروح تكتب عدد الأعمدة وعدد الصفوف، يا اما من درو هترسمه، يا اما اكسل سبريد شيت هتنشئ جدول بس عن طريق الاكسل. كويك تيبل دي جداول جاهزه، بتختار الجدول اللي انت عايزه وتبتدي تعدل عليه. طيب انا دلوقتي هنا لازم اتعود على حاجه، ايه هي؟ ولما ادرج اي حاجه خاصه بالاستريشن، اللي هو الصوره، الشكل، مخطط تفصيلي، رسم بياني، جدول، هتلاقي فيه من فوق قوائم تانية ظهرت جديدة معاك. كل حاجة بضيفها بتظهر ليها قائمة جديدة من فوق. أنا ضفت في جدول، هتلاقي من فوق ظهرت معاك حاجة اسمها التيبل ديزاين واللي اوت. يعني ايه تيبل ديزاين؟ دي التصميمات الخاصة بالجدول، لي اوت اللي هو التخطيط. طيب هنشرح واحدة واحدة فيهم. اول حاجه عندك حاجه اسمها التيبل ديزاين. هنا دي التيبل ستايل، دي كلها ستايلات خاصه بالجدول او زي ما انتم شايفين. اختار الستايل اللي انا عايزه. طيب انا واقف في الخليه دي، دي اسمها خليه، وعايز اغير اللون بتاعها. هتلاقي من هنا في كلمه اسمها الشادنج، تختار اللون اللي انت عايزه. اهو من الشادنج اختار اللون اللي انت عايزه زي ما انا بعمل كده. طيب عندك هنا في الاول حاجه اسمها التيبل ستايل اوبشن، اعدادات اللي هو الستايلات بتاعت التيبل. بصوا كده هنا معلم علامه صح على كلمه اسمها الهيدر رو. بصوا كده لما اشيل علامه الصح ايه اللي بيحصل؟ هو بيكون عامل لك تظليل على الصف الاول، يعني بيعرفك ان ده الصف الاول. طب شلت علامة الصح، انت ما تعرفش بقى مين الاساسي فيهم. طيب التوتال رو، بصوا كده اللي بيحصل في الجدول معايا، بص فوق وبص تحت، تلاقي في خط هنا بسمك عالي شوية ظهر معاك. معنى كده ان يقول لك مثلا توتال، يعني التوتال يعني لو عندك مجموع عايز تجمع، بتجمع مثلا في الخلية اللي من تحت دي او في الصف الاخير. اشيل علامة الصح. طيب عندك هنا حاجه اسمها الباند درو. بص كده اللي بيحصل، بص فوق وبص تحت، هنا ما خلاش فيه تظليل على اي صف عندك. اول ما اقول لك تظليل صف معين، صف صف، يعني ساب لك صف وظلل صف، ساب صف وظلل صف. طيب الفيرست كولوم اللي هو العمود الاول،
ايه معنى كلمة العمود الاول؟ هتظهر اكتر في ال سنة. هتظهر، انا عايز اوريكم حاجة، خلينا في حاجة زي دي. انا لو العمود الاول بتاعي عامله بلون معين، اختار مثلا عايز اختار حاجة تكون واضحة بالنسبة لي، ماشيلها خالص من insert، تختار جدول. بصوا كده اهو بيلعب في التنسيقات، اول عمود. طيب اللاست كلهم اخر عمود. طيب البندت كلهم أعمدة، حتى تلاحظ فوق التغيرات اللي بتحصل. يبقى معنى كده ان الجزء الاول ده كله بالكامل خاص بالاستايلات بتاع التيبل. حلو خالص. هنا بقى خاصه بالبوردر. يعني ايه بوردر اصلا؟ عندك حاجه اسمها البن كلر، لون القلم اللي عايز ترسم بيه. المره دي بقى لو عايز ارسم على جدول، شايفين اللي ظهر اول ما اخترت البن كلر ظهر معاك قلم، ومجرد ما هتمشي على التيبل هيغير لك اللون بتاعه. امشي على الحدود، ان لو ما مشيتش على الحدود مش هتعمل معاك. او زي ما انا ماشي بالشكل ده، طالما لقيت ان عمل لك تظليل بالشكل الضخم ده يبقى انت ماشي صح. طيب السمك نفسه مش عاجبني، من فين؟ من فوق خالص. هتلاقي حاجه اسمها اللاين ستايل، اهي ستايلات خاصه بالخطوط اللي تحتها اللي هو السمك بتاعه، الويت اللي هو السمك. انا همشي عليه تاني اهو، غير لك السمك. طيب البوردر ستايل، دي ستايلات تانية بالشكل ده زي ما انتم شايفين. يبقى دي ستايلات اكتر، ده هنا بيديك الستايلات برضو ستايلات بس خاصة بايه؟ باللون اللي انا مختاره. هنا بيديك اللي هو الوزن او السمك بتاع اللون، لازم تمشي على الحدود. طيب هنا البوردر بس كده بيعمل ايه؟ انا عايز كمثال، عايز حاجه اسمها اول بوردر. اللون اللي انا هختاره عايز امشيه على كل ال، هتلاقيه ظهر بالشكل ده. لازم تظبط عشان تظبط معاك. فلو جيت هنا اخترت حاجه اسمها الاول بوردر فعمل لك حدود على كله. طيب حاجه اسمها هنا البوردر بنتر. انا دلوقتي لو واقف هنا اللي برسم بيها او القلم اللي برسم بيه مش ظاهر معايا، اول ما ادوس على دي اهو القلم ظهر، ادوس عليها تاني القلم اختفى. فدي متحكمه في اظهار واخفاء القلم بتاعك. ده بالنسبه للتيبل ديزاين. بالنسبة للتيبل ديزاين فيها أي مشكلة؟ تيبل ديزاين فيها أي مشكلة؟ تيبل ديزاين فيها أي مشكلة؟ تمام. بالنسبة للتأخر في إرسال التمبلت مفيش مشكلة هندسة، هديله فرصة تانية إن هو يبعتها على يوم الاثنين. الجزء الاول خاص بالاستايلات بتاعت الجدول، الجزء الثاني اللي هو لو عايز ارسم على الحدود بتاعت الجدول بتاعي. طيب ده بالنسبه لجزء اللي هو الديزاين. طيب تعالوا كده نروح على حاجه اسمها لي اوت، مش اللي اوت اللي هي القائمه الاساسيه اللي عندي، لا اللي اوت الخاصه بالاعدادات بتاعت الجدول. طيب في اللي اوت عندك اول امر تبع جروب تيبل اسمه سيلكت. طيب لو قلت له سيلكت سيل هيعمل تحديد للخليه اللي انت واقف فيها. طب لو قلت له مثلا سيلكت كولوم هيحدد العمود اللي انت واقف فيه. طيب لو قلت له سيلكت رو هيحدد الصف اللي انت واقف فيه. طيب سيلكت تيبل هيحدد الجدول بالكامل.
طيب يا اما هضغط على علامه الزائد اللي فوق دي اللي انتوا شايفينها، هيحدد معاك الجدول كله. طيب عايز احذفه، هروح على لوحه المفاتيح على كلمه اسمها باك سبيس. باك سبيس اهو، هضغط عليها وادوس على باك سبيس من لوحه المفاتيح، هيشيل لك الجدول بتاعك. عندك حاجه اسمها الفيو جريد لاينز، هتلاقي فيه زي خطوط كده صغيره ظهرت من تحت، مش هتلاقيها مقصره معاك، بس تعالوا كده لو جينا مثلا كبر شويه، ممكن ما تلاحظهاش جامد الا لو انت كنت عامل شغل كتير في ال في التيبل، هتلاحظ ان في خطوط بيانيه ظهرت من تحت. طيب بروبرتيز ده خصائص، هنا بيقول لي الالاينمنت المحاذاه بتاعه التيبل عايزها فين. طب ايه الخطوط اللي عاملها دي؟ ايه معنى الكلام ده؟ معنى الكلام ده لو عندي كلام موجود، حلو، كلام مكتوب، انا عايز الجدول بتاعي يجي على يسار الكلام من فوق، ولا عايزه على يمين الكلام من فوق، ولا على ولا في منتصف الكلام من فوق. فانا نفترض ان انا عايزه على يمين، دوست عليه وروح اقول له اوكي. طيب حلو خالص. طيب بالنسبه للكلام اللي انا كاتبه، هو طبيعي هيكون تحت الجدول. طب لو عايز تخلي الكلام جاي على طرف الجدول حوالينه محاوطه، اختار اللي هو الراوند ده، تختار هو انا بيقول لك فوق، انت عايزه في السنتر في المركز يعني في نص الكلام، ولا عايزه على اليسار، ولا عايزه على اليمين. ولما اجي اختار نان، لا نان معناها الكلام اللي تحت الجدول، عايز الجدول من فوق يكون ناحية اليسار ولا ناحية اليمين ولا في المنتصف. طب انت عايزه هنا بمسافة قد ايه من ناحية اليمين؟ طيب عايزه قد ايه من هنا مثلا مسافة من ناحية اليسار، وهكذا. طيب هنا بيقول لي التيبل دايركشن، اتجاه الجدول، عايزه من اليمين الى اليسار ولا العكس من اليسار الى اليمين، تختار اللي انت عايزه هنا وقول له اوكي. طيب ده بالنسبة للخلية، انت عايز الخلية تكون فين بالظبط، في الاسفل ولا اعلى ولا في المنتصف، وهكذا. طيب ده بالنسبة لي بروبرتيز او خصائص. فاكرين درو تيبل دي طريقة من خلالها بعرف ارسم الجدول، اول ما ادوس عليها ابتدي ارسم الجدول اللي انا عايزه. طب انا عايز امسح اللي انا رسمته من حاجة اسمها الاريزر او الاستيكر او، ومجرد ما تضغط على الحد اللي انت عايز تمسحه هيتمسح. يبقى الريزر او الاستيكر بتمسح الحاجه اللي انت رسمتها، هضغط على البوردر بس اهو مسحها لي، فاضلش غير بس اللي هو بالشكل ده. طيب حلو خالص. انا واقف على الصف الاول وعايز ادرس الصف تحته، شايفين لما بتيجي تقف على الطرف نفسه بيظهر علامة زائد، فأول ما أدوس على علامة الزائد فأدرج لي صف تاني. أنا واقف فين؟ أنا واقف على الطرف، على الطرف مش في المنتصف. ليه؟ لأن أنا واقف هنا ممكن أكبر وأصغر في الخلية زي ما أنا عايز. أما علامة الزائد هيضيف لي صف تاني. طب عايز أضيف عمود تاني اهو، هتقف برضو على الاطراف من بره خالص وتدوس على علامه الزائد كده، ادرج لك عمود تاني. طب عايز اكبر الصف، تقف في اي مكان بس من جوه مش من بره، من جوه، واسحب لتحت او اسحب لفوق زي ما انت عايز. العمود نفس القصه. طيب حلو خالص لحد الان. طيب في طريقه تاني من خلالها من لي اوت بقدر اضيف جدول، انا اسف، بضيف صف او عمود. الصف لما بيتضاف تحت وفوق
اما العمود ناحيه اليسار وناحيه اليمين. يعني دلوقتي انا عايز اضيف مثلا صف تحت الصف الاول، هروح اقول له ايه؟ انسرت بلو، يعني هتدرج لي صف من تحت اهو. طيب انا واقف هنا وعايز ادرس الصف من فوق، هقول له انسرت ابوف، يعني هتدرج لي صف من فوق. طيب انا واقف هنا وعايز ادرج عمود من ناحيه اليسار، اقول له انسرت ليفت. طيب واقف هنا وعايز ادرج عمود ناحيه اليمين، انسرت رايت. فدي خاصه كلها باضافه العمود. طيب ديليت او ديليت او حذف بتعمل ايه؟ انا دلوقتي واقف على الصف الاول ورحت على ديليت، انا عايز اعمل حذف لايه؟ انا عايز اعمل حذف للصف اللي انا فيه، اقول له ديليت رو، حذف لك الصف. طب لو قلت له ديليت كولوم، حذف لك العمود. طيب ديليت تيبل، حذف لك الجدول. طب لو قلت له ديليت سيل، هيحذف لك ايه؟ الخلية اللي انت واقف فيها اهو، حذف لك خلية. طيب حلو خالص. طيب انا دلوقتي محدد كمثال، محدد اكتر من خلية، وعايز اخلي الخلايا دي كلها كام خلية؟ 4 في 3 ب 12، 12 خلية، عايز ادمجهم كلهم في خلية واحدة. اختار حاجة اسمها الميرج سيل، يعني دمج الخلايا، هدوس عليها. اللي حصل خلالك ال 12 خلية اللي عندي خلية واحدة. تاني حددتهم ورحت اخترت حاجة اسمها الميرج سيل. حلو خالص. طيب بصوا كده، انا دلوقتي مش محدد الميرج سيل، مش متفعله. ليه؟ لان انا واقف على خليه واحده، على الاقل بقف على 2 خليه واقول له ميرج سيل، فبيعمل لك دمج للخليتين مع بعض. طيب انا دلوقتي واقف فين؟ واقف هنا، واقف في الصف الرابع، ورحت قلت له حاجه اسمها سبليت تيبل، بيعمل لي زي انقسام او انشطار للجدول. تعالوا كده ندوس عليها. اللي حصل فصل من اول الصف الرابع، من اول الصف الرابع فيما بعد خلاه في جدول تاني اهو، ففصل الجدولين عن بعض. انا عايز افصل مثلا بداية من اول الصف الخامس، انا واقف على الصف الخامس، اقول له سبليت تيبل، فكده فصل، خلى ده جدول وخلى اللي فوق جدول لوحده. انا واقف على الخليه دي، الخليه نفسها عايز اقسمها لمجموعه من الخلايا، واروح اقول له حاجه اسمها سبليت سيل، يعني هتعمل لي تقسيم للخليه اللي انا واقف فيها. طب انت عايز تقسم الخليه لكم عمود وكم صف؟ انا عاملها لثلاث اعمال. طب عايز اقسمها لكم صف؟ صفين. اقول له اوكي. شايفين اللي حصل؟ قسم معاك الخلية لثلاث أعمدة وصفين. من فين؟ من حاجة اسمها السبريت سيل، تختار عدد الأعمدة وعدد الصفوف. طيب هنا بقى حاجة خاصة بالسايز أو الحجم بتاع الخلية، عندك حاجة اسمها الأوتو فيت. تعالوا كده نختار حاجة اسمها الأوتو فيت كونتنت. اللي حصل لصغرها، الخلية اللي معاك بتكبر على كد الكلام اللي انت بتكتبه. فالاوتو فيت كونتينر ان انا بعمل بالخلية على كد الكلام اللي انا بكتبه. طيب الاوتو فيت ويندو بيخليها لك في حجمها الاساسي، حجم الطبيعي الخلية. طيب الفيكسد كل ويتس بيخلي العمود بتاعي، عرض بتاع العمود ثابت، عرض العمود ثابت، ده بيحافظ لك على الحجم الاساسي بتاعك وده بيكبر ويصغر. هنا بقى الهايت
ارتفاع الخلية وعرض الخلية. عندك حاجه اسمها ديستريبيوت رو. يعني ايه ديستريبيوت رو؟ بصوا كده، انا كبرت خليه، دي كبرت شويه، دي صغيره، ورحت قلت له حاجه اسمها ديستريبيوت رو، ايه اللي حصل؟ ديستريبيوت معناها بيحافظ لك على الحجم بتاع كل خليه، بتاع كل صف، يعني بيخلي لك الصفوف كلها نفس الحجم، نفس الطول ونفس العرض. طيب ديستريبيوت كلهم، انا دلوقتي بالنسبه للعمود ده صغير، ده كبير، ده مش عارف كذا، رحت قلت له ديستريبيوت رو او كولوم بيحافظ لك على الابعاد الجدول. طيب لحد الان في اسئله؟ لحد الآن في أي مشكلة؟ إحنا ممكن كده مثلا، طيب إحنا ممكن مثلا نكتفي بكده النهاردة، أعتبر شرحنا جزء لحد ما كويس، رغم إن في حاجات كتير لسه ما اتشرحتش، بس جزء لحد ما يعتبر كويس بالنسبة لي، ده الجزء الأول. فإن شاء الله بإذن الله بكرة إن شاء الله نكمل قائمة درت، ولو كده ممكن نطول شوية وناخد ريفرنسز وإيميلينج، يعني نبدأ مثلا من الساعة 7:30 لحد 9:30 لو الناس ما عندهاش أي مشكلة، ناخد ساعتين في الجزء اللي فاضل معانا في الـ